إذا الجزء الثاني من التست هو النو لود تست. النو لود تست بنشغل المحرك على الريتد فولتج تبعته اللي هي الحالة هاي 220 فولت، بيشتغل المحرك وبتزيد سرعته لحد ما يوصل تقريبا قريب من السينكرونس سبيد لأنه ما في عليه أي لود خارجي. الفولتج اللي حطيناه هون 208 فولت رح نقيس الفولتج، بنقيس 3 كارنتس، 3 كارنتس لأنه ممكن يكون في اختلافات بسيطة بينهم، وبنقيس الباور اللي باخذها المحرك على طريق 2 وات ميترز. بتتذكروا المرة الماضية حطينا 2 وات ميترز عشان نقيس الباور اللي باخذها. الكارنت اللي سحبه المحرك بالحالة هاي كان 8.2 أمبير، 8.2 أمبير و 8.18 امبير. حتى ناخذ الافرج رح ناخذ الافرج تبع ثلاث قراءات هذول اللي موجودين هون حتى اطلع الاي لاين افرج. اللي باور اللي سحبها المحرك في الحاله هاي الفريكونسي اللي عملنا التست عليها كانت 60 هرتز. لاحظوا انه هذه الماكينه وصلنا الى 60 هرتز مش 50 هرتز. والبي باور اللي سحبها اللي قرناها من 2 وات ميترز وجمعناها 420 وات. هذه بشكل رئيسي بستعملها حتى اتغلب على الستيت اوف كوبر لوسز والروتيشنال لوسز اللي هلا رح نحكي عنها. اذا هاي الباور اللي سحبناها هذا هو هلا اللي رح اعمله اول شيء رح اخذ هدول الثلاثه واحسب الافرج تبعهم بس حتى يكون عندي رقم افرج لانه في شويه اختلافات كانه ما بين الكرنس الثلاثه. فبنقول اي لاين افرج بتساوي 8.12 زائد 8.2 زائد 8.18 على 3 بيطلع معي الافرج كرنت في الحاله هاي 8.17. اذا 8.17 امبير بكون هذا الافرج كرنت اللي بسحبه. هلا بدي تلاحظوا معي قديش الباور فاكتور للماكينه هاي او الموتور هذا هو شغال ات نو لود. شوف قديش قيمه الباور فاكتور اللي عم بسحبه. كيف بدي الاقي الباور فاكتور بالحاله هاي؟ بين على ايش؟ على الفي لاين والاي لاين مش هيك؟ الفي لاين والاي لاين رح تعطيني طبعا هذا رح تكون بيرفكت. فعندي اذا بدي احسب الباور فاكتور الان لهذا السيستم اول شيء لازم انتبه على شغله بدي احسب قديش اللاين فولتج والفيز فولتج. طبعا هون اذا بنطلع على المحرك بنطلع عليه بهذا الشكل عندي بين هون وهون 208 فولت مضبوط وطبعا بين هون وهون 208 وبين هون وهون 208 قديش الفيز فولتج على هذا المحرك رح يكون في فيز في فيز شو بيساوي جذر الثلاثة 208 على جذر الثلاثة اللي بتطلع 120 فولت. إذا واضح أهمية الستار والدلتا واللاين فولتج والفيز فولتج الكل فاهم هاي النقطة؟ هذا المحرك 3 فيز واي كونكتد. اللاين فولتج 208 فولت، إذا عندي 208 فولت بين هون وهون 208 فولت بين هون وهون 208 فولت بين هون وهون. لكن هذا لا يساوي الفيز فولتج اللي بيجي على كل واحدة من الوايندينجز، مضبوط؟ قديش الفيز فولتج اللي بيجي على كل واحدة من الوايندينجز؟ رح يكون مش نص هذا القيمة لأنه هذا 3 فيز سيستم رح يكون واحد على ثلاثة إذا بكون هذا 120 فولت. إذا عندي هون بين النقطة هاي والنقطة هاي في 120 فولت اي سي. الآن بدنا نحسب الباور فاكتور تبع هذا، هلا بإمكاني آخذ الباور فاكتور لكل وحدة من الفيزز أو أضرب الثلاثة، هلا عندي باور فاكتور في الحالة هاي راح يساوي عندي بي إن، هذه بي إن اللي داخلة على المحرك كله وعندي هون راح يكون هذا جذر ثلاثة V9 I9. واضحة هاي من وين جاي المعادلة؟ ايش المعادلة هاي اصلها؟ P N الباور اللي بسحبها اي محرك 3 فيز شو بتساوي؟ بتساوي جذر 3 V9 I9 كوساين 5. متذكرين هاي المعادلة؟ استعملناها قبل هيك مضبوط؟ اي 3 فيز لود عم بسحب الباور اللي بسحبها بتساوي جذر 3 V9 I9 كوساين 5. إذا كوساين فاي شو بتساوي؟ بتساوي بي ان ريل باور مقسومة على جذر 3 بي 9 اي 9 مضبوط واضحة هاي؟ عفوا ليش طلع من بي ما هلا ما محتاجها محتاجها بعدين انا بس طلعتها حتى افرجيك بس الاختلاف بين في لاين والفي فيز بس هذه المعادلة هي المعادلة الصحيحة للباور. إذا عندي هلا هون بي ان 420 واط بتلاحظوا هذا شغل بتطلع معنا الباور فاكتور جذر 3 هذه لسه عندي 208 وهاي هي الافرج تبع الكارتس الثلاثة اللي هي 8.17
بيطلع معي باور فاكتور في الحاله هاي 0.143 لاجنج ولا ليدنج؟ لاجنج لانه هذا اندكتيف اندكشن موتور اندكتيف موتور السينكرونس موتور ليدنج بكون ببين كانه كاباسيتيف اذا هذه 0.143 لاجنج. هلا اللي تلاحظوا شغله مهمه لما يكون عندي هذا باور فاكتور ايش يعتبر؟ ايش بعتبره كبير ولا صغير؟ صغير جدا صغير جدا مش هيك؟ يعني انا عمالي بسحب 208 فولت و 8.17 امبير وكل الباور بعدين في النهايه اللي بسحبها الريل باور بس 420 فولت. لما يكون الباور فاكتور صغير معناها معظم اللود ايش بيكون؟ اندكتر. اذا لو جينا طبعنا الان على الايكوفلنت سيركت مره ثانيه عندي هون هي ار 1 عندي هون اكس 1 وعندي هون هاف اكس ام. هلا بالنسبه لار سي راح احط ار سي واشمله مع الروتيشن البوسيز من هون راح احط بس خط مقطع من هون راح احمل ار سي بالحاله هاي اللي هي الكور بوسيز وبعدين عندي كمان نفس الشيء هون عندي اكس 2 وعندي هون ار 2 ار 2 على اس اس قديش تقريبا هون بالنولود تيست اس قديش يعني ستارتنج لما اول ما ببدا لا اول ما ببدا قديش اس؟ واحد لما ببدا لما بكون ماشي على قريب من السينكرون سبيد قديش اس بتكون؟ تقريبا 75 هي طلع هون هي سبيد تور كيرف لما ببدا هون السرعه نفسها زيرو قديش اس؟ واحد عند النقطه هاي قديش اس؟ زيرو احنا هون لما بنقول فيري لايت لود مش ريتد لود قديش السرعه اللي بكون امشي 50% لما بكون بعمل الريتد لود بس انا قديش اللود اللي عم باخذه من السيستم نو لود مش هيك مظبوط اذا وين راح اكون؟ قريب جدا من الهاي تقريبا عم بمشي على قريب لما بكون قريب جدا على السينكرو سبيد قديش اس بتكون؟ صغيره جدا مظبوط تكون اس فيري سمول اذا اذا اس فيري سمول ار 2 على رقم صغير جدا شو بعطيني؟ لما بقسم شيء على رقم صغير جدا بعطيني رقم كبير جدا مش هيك؟ اذا لغرض النو لود تيست رح نفترض انه تقريبا الكرنت اللي ماشي هون زيرو معظم الكرنت اللي ماشي هون اي ام هو الرقم الرئيسي يعني اعتبر هذه تقريبا مهمله معظم اللود اللي موجود عندي هو اكس ام اكس 1 وار 1 لكن احنا هون لما طلعنا وجدنا انه الباور فاكتور لاجي 0.13 فيري يعني لاجي فيري ماتش خلينا نطلع حد يطلع لنا الزاويه تبعت ال 0.143 كيف بطلع الزاويه؟ كوساين انفرس كوساين انفرس كوساين انفرس كوساين انفرس تبع 14.143 هي 81.77 يعني طبعا مش زي ما رسمتها بتكون فالزاويه تبعت اللود هذا راح تكون هذه هون الباور الريل باور هاي الرياكتيف باور وهاي الكارنت باور وهاي الزاويه هون 81.77 لاحظين هاي النقطة؟ إنه معظم اللود لأنه الباور فاكتور 0.143 لاجي هذه القيمة كبيرة جدا وهاي القيمة صغيرة جدا. إيش توقع العلاقة بين هاد وهاد؟ هذول الطولين هذا الطول وهذا الطول تقريبين متساويين بالضبط وكيف بعرف كيف بقدر أثبت إنه هذول فعلا قريبين جدا؟ إيش بقدر آخذ؟ إيش الرقم اللي بقدر آخذه حتى أثبت هذول الاثنين قريبين من بعض؟ شو العلاقة بين هاد وهاد؟ بالنسبة للزاوية هاي ساين ساين احسب لي ساين ال 81.77 شوف قديش بتطلع لا تقريبا من ساين 90 0.99 تقريبا فساين 81.77 تقريبا بيساوي 89 ديجريز عفوا 0.99 0.99.98 معناها تقريبا هذا متساوي لهذا، هذا بثبت لي انه معظم اللود ايش بالحاله هاي؟ اندكتيف، هذا اندكتيف وهذا اندكتيف، فراح افترض الان في حساباتي انه زد نو لود كماجنتيود تقريبا بتساوي اكس 1 زائد اكس ام. واضح ايش عملناها؟ لانه اعتبرنا اللود معظمه اندكتيف، اللود معظمه اندكتيف اذا زد تقريبا بتساوي اكس 1 زائد اكس ام. إذا صار بإمكاني طب زد أنا كيف بلاقيها؟ كيف بقدر ألاقي زد؟ آر شو بتساوي بدائرة؟ بأي دائرة؟
ايش العلاقه ار مع الفولتج والكرنت؟ في على اي، في على اي. اذا زد نفس الشيء بتساوي هون في الماجنيتود تبع في الماجنيتود تبع اي. هل عندي انا الماجنيتود تبع في لهي الدائره؟ أي. ايش هذا الفولتج اللي هون؟ 208؟ لا مش 208. هذا فيز واحد. ايوه هذا 120. اذا الفولتج هون راح يكون عندي اللي حطيناه هو 120 فولت اللي هون، والكرنت اللي مش عندي راح يمشي عندي اللي هو اي نو لود. اذا راح يكون عندي زد نو لود كماجنتيود بتساوي في تيست اللي اخذناها هون على اي اللي راح تمشي عندي نو لود. هاي بتساوي 120 اللي حاطين احنا 208 120 فولت على اي نو لود. قديش مش عندي اي نو لود؟ 8.17 مش هيك؟ 8.17. قديش 120 على 8.17؟ تعطيني 14.7 اومز. ايش هدول بيساوي 14.17 اومز؟ بيساوي الزد، بس الزد احنا قلنا شو بيساوي؟ X1 زائد X7. إذا صار عندي الآن X1 لسه ما بقدر أميز بينهم، بس أنا بعرف إنه X1 زائد XM بيساوي 14.7 اومز. إذا هون اعتبرنا احنا معظم اللود بالحالة هاي لأنه فيري هاي اندكتيف، معظم اللود هو X1 زائد XM، وطلعنا علاقة لـ X1 XM راح أحطها هون فوق كمان. هي X1 زائد XM بتساوي 14.7 اومز. هاي نتيجة مهمة وهاي نتيجة مهمة.